السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الشيبس رائع جدا خاص بالكيتو دايت. اللي كيدير الكيتو دايت مرحبا بك، واللي مازال ما كديرهاش دخلي معنا باش تنقصي الوزن. تنقصي الوزن تاكلي كلشي وانت ناقصه الوزن. واحد الريجيم انا انكرويابل اللي عمرني ولا كنت كنظن انه غادي يكون ناجح لهاد الدرجه. اذا شنو كنحتاجو حبيباتي؟ كنحتاج واحد الكاس ديال زريعه النوار، زريعه خضراء. هادي كنشريها خضراء وكنغسلها وكنشفها في الشميشه وكنعاود نسخنها في الفران وكتكون جاهزه للاستعمال. هذا كاس ديال اللوز بالقشور ديالو خضر مطحون. عندي هنا شنو الاجبان اللي عندي؟ عندي شويه ديال الشيدر، شويه هكا قبيصه الموتزاريلا حتى هي قبيصه، وهذا مصدم بالحار والشاونيه، وهذا الجبن عادي البنات، وزدت واحد شويه ديال الجبن كان باقي لي في هذا حتى هو غادي نزيدو. كيسو بارامونطار هذا كيتمونطي به حتى هو غادي نديرو فيه شويه ديال الملوحه. غادي ندير غير هاد الشويه دونك، لانه هو هاد الكيتو كيعتمد على الدهنيات، 75% ديال الدهنيات. ما تنساوش غيجيكم بزاف الدهنيات ولكن راه صحيه وكتساعد الجسم باش كيفقد الدهنيات اكثر فاكثر. وهذا اللوز عنده واحد الدور كبير في هذا الريجيم البنات. علاش؟ حيت كتفقدي الدهنيات وما كتفقديش لي ميسكل ديالك، العضلات ما كتفقديهمش كيبقاو، هو اللي كيساعدك باش تحتفظي بالعضلات ديالك. وعندي هنا التوابل البنات، بغيت نسم هاد لي شيبس هادو ديالي بشويه الثومه يابسه، شويه ديال ديك الكرات يابس، الملحه السودانيه، الشاونيه، شويه ديال الابزار. هادو هما التوابل اللي بغيت ننكه بها لي شيبس ديالي. وهاد لي شيبس البنات تديهم للبحر تقلقشوا بهم، قولوا باش تاكلوا البطاطا تاكلوا هاد لي شيبس هادو، يقدوا يفيدوا حتى الناس اللي عاديين يعني صحيين. هادو صحيين، درتيهم في الدار ما فيهمش مواد الحافظه اكسيتيرا اكسيتيرا، يعني راكي رابحه رابحه سواء بالريجيم او لا بلا ريجيم. نقدروا نعطيهم للوليدات ديالنا، مفيدين فيهم الدهنيات، سعرات الحراريه مزيانه باش تساعدهم على القفيز واللعب حيت الاطفال راكم عارفين كيحرقوا بزاف. دونك هادو الاجبان صحيه، وهاد الشيبس هو اكثر صحي ومفيد وجميل جدا بالنسبه للريجيم الكيتو دايت. الكيتو البنات هاد ريجيم سيتوجين، هو انا كما قلت لكم سابقا كيعتمد بزاف على الدهنيات، على لي فروماج بالدرجه الاولى، على الزيوت الصحيه، وما كاينش فيه الدقيق. حنا ما نديروش لا طحين لا البطاطا ولا والو، دقيق اللوز ودقيق زريعه نوار الشمس. راكم كتعرفوا الفوائد ديالها، راه هادشي اوميغا 3 اوميغا 3، يعني راه غني بالديال الزيوت الطبيعيه الصحيه اللي كتنفعنا في كلشي، في الذاكره وفي كلشي. اذا حبيباتي غندوب هاد الفرماج وغنطحن هاد الزريعه وانتم معايا. اذا حبيباتي من بعد ما ذوبت الفرماج الجبن الموتزاريلا داك الاجبان ذوبتهم هنايا في البان ماغي وطحنت زريعه ديال هذا، غادي نخلط دابا، نحاول نخلط. التوابل كاملين صافي، غادي نزيد اللوز. دابا غادي نرون البنات بيدي باش نجمع العجين. بسم الله. نحيدو داكشي اللي كاين اللوز صافي. اذا غادي نجمع العجينه ديالي، الخيوط ديال الموتزاريلا خصني قبل ما تبدا دير الخيوط نكون انا جمعتها.
جات مبزره البنات. غادي نزيد لها شويه الدقيق ديال اللوز لانها تبان ليا جاريه شويه. وهانتوما معايا نطحن اللوز ومن بعد نرجع عندكم. دابا حبيباتي ديك العجينه هيا جمعتها قسمتها على جوج، وحده هي تما وحده اللي راه درتها هنا في الكاغي دهنته بالزيت البلديه، وغادي نقرصو باش غادي نقطع. خصها تكون مقرصه رقيقه البنات باش تجي بحال لي شيبس. يلا البنات حيت غنسالي التقراص وتقطع وغادي نوريكم الشكل كي داير النهائي كي غادي يجي، ومن بعد غنديرو في الفران خصها تجي رقيقه. صافي بركة عليها، انا بغيت غير هاد السمك هذا، غير هاد السمك هذا صافي بركة عليها. اذا البنات غادي نقطعها ونقطعها ونرجع لكم. اوكي يلا حبيباتي هانتوما معايا. اذا البنات راني قرصت واحد الخبزه وبقى عندي الثانيه، ها هي هنا، وهادي هاهي كي درتها البنات. غادي ندخلها الفران بلا ما نقطعها ثاني الاخرى. صافي وانتم معايا، وها هما لي شيبس حبيباتي، تقرملو طابو تحمرو غزلان، سمع كيقركشو. اذا غادي نخبعهم في واحد القرعه ديال الدجاج ونشد عليها باش يبقاو هكذا كروكون، وفوق ما تبغي تاكلوهم تسخنوهم في الفران تيتقركشو وتديوهم. وهذا هو لي شيبس ديال الدايت سيتوجين. الناس ديال الكيتو دايت هو هذا لي شيبس ديالهم، رائعين. المذاق ما نقول لكمش البنات، المذاق كيحمق. وبالمناسبه بغيت نوريكم فطورين تاع هذا اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هو فطور سيتوجين، درت كاس دتاي السوينيه ديالي، كاس ديال اتاي مسوس، دائما كندير انا اتاي مسوس من نعناع لويزا. هذاك الخبز ديال اللوز اللي درت معكم ديجا في القناه، جوج فرماجات، وعندي هنا الفرماج ديال ريكوتا حتى هو غادي ندهن به، وعندي الشلاضه يعني شويه الخس وشويه الزيتون احمر واسود. اليوم هذا هو الفطور ديالي، ولهذا وبهذا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم. ويلا باي باي، مع السلامه.